الاخر كي راكم ان شاء الله تكونوا هاي او بري وكل شيء وكاع صوالح. اليوم راني رايحه ندي بنتي قريب الاختيار. راني رايحه ندي بنتي باش دير فاكسين تاعها تاع بي سي جي اونتي جو لا توبيركولوز. يقول لك زعما تجي من البلدان العربيه. قال الحمد لله انا ما سمعت حتى بلد عربي فيها هذا المرض. المهم معليش حنا راح نديرو هكا راح باش نبروتيجو اولادنا. وراني متبلاصيا بعيد شويه واحد شحال كيلومتر 30 كيلومتر باش ندير لها الفاكسان. فوالا تبعوا معايا فلوق تاع اليوم. صاي وصلنا وراني نقرا راجلي يجيب لي الكواعد. ايوا راح نطلعو نورمالمون لهي لا مانيش غالطه. فوالا وصاي من تيم سكنة ديك لها باكسة وراهم دايرينها هنايا هادي. حموان راه شي حموان شويه برد الحال الحال راه شباب. هيا رانا رايحين راح نجيبو اللحم. باقي قلا ربع خمسة قلا ربع. لي ماغازان خاصهم نهار كادير ما خش خرجات على فخيسي ماشي كي فاكسان زعما تبروفيتي ولا مش عارفه تبروفيتي. لا لازم ديراكتومون للمغازا لازم تروح لهم بكري. انا غميت يا سيداتي انا غميت حوجيانا حوجيانا كغاية. انا راح نجيب اللحم لانه انا وين نسكن ما كانش الحلال. اي راني راح نشري شويه لحم حلال. شي كاين ما يصيرش شري غالي عندي دراهم انا قلت لي لا فوالا شريت. ندوش
قديمة. ما تبلع ليش السمك؟ شو الكراطة؟ كراطة تعب ليه؟ ولا شو بحسب؟ بحسب عارك عم تطوطي تلقول؟ عم تعرف يا كراطة وفيها أبو كيس يا أبو كراطة مغسلك كنت مستخى وليدي كنت سأغنى أخر كان فيك القراد الحمد لله الحمد لله هواري أفيح جبت شلك وليك تخافش ما تخافش ولدي ما تخافش مانو ما تخافش وارا خاصة ايه انا عارف مانو مانو اوك جبنا حامي هاتاك شو وطرق تولي حبيبتي وينك؟ وين هذا القطيط هذا؟ شدوا فيهم الازرق هذا شركم الازرق الازرق لقيته قط كيما هكا مسكين ومريض وكان داو شوف هنا هذا دروك راه ولدي هذا ايه ولدي شوف فتشو منا قارا شتها كشيرة هي الحمد لله يا رب ها هي هاكا تكسل 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 وما تخافش هي هنا انا ماماك هنا ارجع ما تقبلشنيش اخلط وعدك فوالا خاصني نشي لك مقص باش المقص لك تفارك شوفوا تفار شوفوا جايت في البرد وكيف كي انا على وجهي على وجهي على وجهي فوالا دروك يجي ترقد حدايا شوفي غادي تربط هالقي حدايا وتعنقني وتدخل في الصيف شوفي في وسطنا ها الاول كنت خايفه منك كنت مقمل فوالا هانو ويلو ويلو يجينا لهنا هنا فوالا انتما كنتم تقولوا كوزنيك فوالا ما تخاف يا ولدي ما تخاف ما تخاف يا ولدي ما تخاف واه اني عارفه اني عارفه شتي ما راكش تحك ما شاء الله هذا
بون شريت هذا من دخلنا راح نسد في صوالحي شريت اون كاس كيما هكا تجاش فيها غير لي كويس ماشي غاليه دير 20 اورو برك جا في خاطري باستيك اثنين بعد مدلح اثنين بعد ما هكا مكسوس ديت هادو جبت مطلوعه للاسف كنت رايحه نشري كبش العيد ولكن قال لك بلي ما كانش العيد لانه شرطوا عليه يذبح غير لي فيميل وهو بغى يذبح لي مال على ديك للاسف تمنيت لو كان رحت عيدنا مي الله غالب انا جبت هادو تاع بولي كما كنت تشوفوا بلي زيت تاع روب دو بولي في 18 نديرهم في لي ساندويتش تاكلهم هكا ولا كبار انا بديت تبغي لي كاع الحاجه لي كروستيون تجي كبيره كما كتشوفوا في لي ساندويتش هاد البطاطا كما كتشوفوا بالشيش اعتذر جبت هادو تاني فيليت بولي جوري هكا صغار انا بنتي تبغي لي قال حاجه لي مقرمشه شاهدتني هاد لا بواسون ديت هذه من الكتاف ديت هذا دو متباش لي ماغازان كبار نلقاوها لقيتها غير عند لي بيسري هذا حلال اللي نشري ليه هنايا جبت وحده تاع سموه لي يا ربي كارانتيكا مش عندنا كليتهاش جبت كيما كنت تشوفوا هادو شربه واجده هنا داري لها تاع لذة مغاربية أصلية تاع تليتي جبت هادي داري نشريها بنينة يعني كيما مش عندك الوقت ولادك ما مغبونين مش عارف شوالا المهم مرات حاجة كيما هكا جبت هادي جبت هادو تاع الأتراك نقليهم بالبيض نديرهم في بيتزا شحال من حاجة المهم هكا ماشي شفت اللي جاب لاكلاص مشفتهاش لاكلاص جبت الجويا جبت هكا جبت هذه شوربه انا جامي دقتها تاع الفطر تاع الشامبينيون الكريم مش عارفه الكريم فريش مش عارفه ولا المهم جامي دقتها راح ندوقها ونقول لكم شفت كيما هكا الكوزات المقليين كمية غير صغيرة برك ما تحسيش بزاف ما تحسيش بها غير هكا جبت هاد الجويا خضرا شفت العدس الاحمر جا في خاطري باش ندير العسوب تاع العدس الاحمر انا هنايا شايفين هنا المكياس جبت كيلو تاع المكياس عيطت لها جبت لها كوموند في التليفون جبت كيلو تاع الغنمي أنا جو سي با لك كاين بلوز أو با مي أنا قلت له هو وجب لي هدا الله أعلم فيون داشي كيلو فيون داشي هنايا لي زيسكالوب تاع الدار لا صافي لا لي زيسكالوب تاع الدجاج هادو تاع الدجاج تاع الدار انا ديت كاس دو بولي وغلط لي هنا دار لي لي كويس دو بولي بون مي سي با غاف انا وصيت على كاس هذيك اللي وريتها لكم هذه وصيت على دي كبيره هو وزن لي هنايا كاس وزن لي بولي باسكو راني في تيكيت كاس باسكو راني عارفه بلي ما دوموديتش منها مي راها معدوده باسكو كنت باغي نعيط له المهم راهي معدوده معليش سي با غاف ماشي خساره لحمي بات في الكونجيلاتور كيما كنت تشوفوا هنايا دار لي 2 كيلو 60 قريب 3 كيلو جات 13.32 اورو ونعطيها فول كومبلي ولا المهم مكتوب كويس دو كولي اصلا مش عارفه لا هيا انا بروحي راني بايخة باش صداقة منوها صداقة فوالا كويس دو بولي ديال لي 2 كيلو هادي هي البنات كيما كنتو تشوفو شنو شريت هادو هما الصوالح لي شريتهم اليوم وراح نبدا نستفهم I'm gonna go get some more.
كما كنت تشوفوا صاي كلشي نقيته وشعلت الشمع عليه هكا باش تروح شويه ريحه تاع لا ليتيغ. فوالا كما كنت تشوفوني درت له صوالح حتى ما هذاك القط راني دايره هذيك تاع ماكلته حتى ما خاصني واحد ديستريبيوتور تما تاع لي كروكيت تاعه بالك نحطها تما. المهم راح نختم الفيديو تاعي تاع اليوم معكم، نقول لكم تهلاو في رواحكم والى فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.